السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. الاول قبل ما نبتدي في الفيديو بتاعنا واليوم بتاعنا هنقول ايه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وكومنت للفيديو دوت، ان شاء الله كده هيعجبكم باذن الله وهيعجبكم العمل بتاعتي اللي انا ايه بعملها وهتستفادوا منها كتير. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك ولايك لايه قناة يوميات لولو اللهلوبة. النهاردة هنعمل الحمام المحشي بالرز، هنعمله محشي بالرز النهارده. المره اللي فاتت انا عملته معاكم كان محشي فريك، المره دي هنعمله محشي رز. ليه لولو محشي رز النهارده؟ علشان الحمام اصلا حامج، واليومين دول وجع الصدر والكحه والتعب والحاجات اللي احنا فيها ديت، فمش هينفع ان انا احشي فريك، فهعمله النهارده معاكم محشي رز. الرز برده بيبقى خفيف وطعمه حلو ولذيذ جدا جدا، وهو اسهل منه مفيش ان شاء الله. النهارده معايا اربع حمامات زي ما انتم شايفين، جوزين، عندي الكبد والقوانص بتاعتهم، ما بدخلش اي كبد وقوانص غير اللي هي بتاعه الحمام. عندي اقل من نص كيلو رز. ازاي اعرف الحمامه هتاخد ملوي ايدي؟ الحمامه بتاخد رز ملوي الايد. يبقى كده 1 2 3 4، يعني دولت بمقدار ايه؟ كوبايتين رز اللي هم ان شاء الله هيكفوا الاربع حمامات. يلا نشوف بينا مع بعضينا كده هنعمله ازاي، ونعمل الرز بالكبد والقوانص وهنحط وهنحشي بيه الحمام ازاي. يلا بينا. دلوقتي حطينا المادة الدهنية بتاعتنا في حاجة واسعة زي ما انتم شايفين كده عشان ايه تبرد على طول واقدر ايه احشي الحمام على طول. اي مادة دهنية عندك، انا حطيت معلقة سمنة بلدي ومعلقة زيت. عايزة تحطي بقى اي حاجة انت عندك حطي. هنزل اول حاجة بالكبد والقوانص زي ما انتم شايفين كده، مش هضطر ان انا اقطعها، انا بنزل بالاتنين مع بعض يا جماعة، الكبد والقوانص والقلب بتاع الحمام. مش محتاج ان انا ايه اقطعه لان هو اصلا صغير ومش محتاج ايه تقطيعه، يا دوبك بس ايه تشويحه كده خفيفه واروح نازله بالرز بتاعي. طبعا الرز مغسول حلو قوي 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 وسايباه لحد ما ايه يتصفى زي ما انتوا شايفين. هنزل بالسمنة والزيت الكبد القوانص الرز، رشة فلفل اسمر، ده اللي بيديهم تيست حلو قوي. ولا توابل بقى ولا اي حاجة، ولا بصل ولا توب ولا اي حاجة خالص، فقط لا غير. زي ما انتوا شايفين ليه لولو ما بتحطلهوش بصل زي ما بعض الناس ما بيعملوا. انا لو حطيت له بصل كده هتشبه برز السمك، رز الصياديه اللي احنا بنعمله، فانا مش ايه مش عايزه اعمله ببصل علشان عايزه طعم التست طعم الحمام يبقى فيه زي ما انتم شايفين، هو يشبه الرز المعمر بالظبط. هفضل اشوح فيه شويه، مفيش دقيقتين يبقى انا كده حيقت الحياق بتاعي ملح وفلفل، ملح ابيض وفلفل اسمر بس، مش عايزه اي حاجه تاني. ماشي، الحمام ده يا جماعه ليه كذا طريقه، الحمام ده ليه كذا طريقه بيتعبلوا بيها. في بيبقى طواجن مفتوح في الفرن البلاد، في حمام مشوي، حمام محشي الفريك، حمام الرز محشي بالرز، زي ما انتوا ايه حابين تعملوا. دي اخف طريقه للحمام. بس انا شوحته كده شويه، هنزل عليه بنص كوبايه ميه فقط لا غير، وهغطيه وهسيبه. انا مش هوطي عليه، هسيب النار عاليه عليه لان انا مش عايزاه يستوي، انا عايزاه نص سوا. اول ما الرز يشرب الميه يبقى انا كده هقفل عليه خلاص، وهبتدي ايه احشي الحمام بتاعي. سيبه بقى لحد ما ايه يشرب ميته خالص وهرجع لكم تاني. دلوقتي يا جماعه احنا عملنا الرز اهو، شرب الميه بتاعته خالص اللي انا حطيتها له وركنته على جنب، انا عايزاه نص سوا مش عايزاه مستوي خالص. بصوا زي ما انتم شايفين كده مفلفل خالص اهو عشان ما يبقاش معجن جوه ايه الحمامه. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده هعمل جنبيها صينيه بطاطس ورز ابيض، يعني هعمل جنب الاكل ديت بطاطس ورز ابيض. عايزه تعملي مكرونه محمره، عايزه تعملي رز معمر، عايزه تعملي ملوخيه، اللي انت عايزاه، حريه شخصيه ديت ليكي
واللي انت حابه تعمليه اعمليه. انا هعمل صينيه بطاطس جنبيها ورز ابيض. دلوقتي انا عملت البطاطس ازاي؟ عملت البصل الاول، حطيت الماده الدهنيه بتاعتي، حطيت البصل وحطيت رشه كوسه الطيب وسبع بهارات. انا بحب احبش صينيه البطاطس البيضه دي بالذات، وما بخلطلهاش قوطه، يعني بعملها زي ما انتم شايفين كده، وفلفل حار وفلفل رومي وطماطم والبطاطس، وبنزل كله كده زي ايه، ني في ني، واقعد اقلب فيها كده تشوح شويه، وبعد كده اديها نص كوبايه ميه واسيبها بقى تستوي براحتها خالص، وبعدين ادخلها ايه الفرن. لو عايز اعملها من الاول للاخر في الفرن عادي مفيش مشكله، بحط لها الشوربه او الميه اللي عندي واسيبها كده، ما بكترلهاش الميه عشان دي بطاطس جديده تبقى فيها ميتها وحلوه، ما ايه ما تبقاش معجنه، تبقى البطاطس بالبطاطسيه كده يعني، الواحده بوحديتها كده. يلا هنسيبها دلوقتي بقى خالص، وهنركنها على جنب، وهبتدي ايه احشي الحمام وهوريه لكم، وان شاء الله مش هيفتح منكم خالص، وانا ما بخيطهوش، انا ما بخيطش الحمام خالص. الناس بتستغرب كتير ايه لون ما بتخيطهوش ليه، انا ما بخيطهوش وما بيستتحش مني الحمد لله رب العالمين، وتعالى اوريكم ازاي. دلوقتي انا هحشي اول حمامه معاكم، بحط كده على جنب الكبده القنصه القلب بتاع الحمامه، باخدهم واخد كميه الرز اللي انا هحشي بيها ايه الحمامه زي ما انتم شايفين كده، كل حمامه هاخدها هاخد ايه الحوايج بتاعتها زي ما بيقولوا، ماشي. وانا بحشي الحمام معاكم انا وطيت على البطاطس اهي، والحله دي فيها الميه بتاعه السليق. هنقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصوا الحمام طبعا بيجي لي جاهز من عند الفرخجي، بيبقى متظبط يا جماعه، ما بحطش حاجه تحت الجلد، كله في الحمامه نفسيها، ما بحبش وما اكبسهاش قوي عشان الرز بتاعي يستوي حلو وما ايه وما يعجنش ويبقى مفلفل كده وجميل. فوق بقى هخش بالقنصه الاول يوسع لي السكه. بصوا بسيب الرقبه كده عند الرقبه، هو عارف الفراخ اللي انا بجيب من عنده الفراخ، بيسيب لي فوق كده الحشو مكان للحشو، بيفضي لي عند الرقبه فوق والزور عشان يبقى جاهز ايه للحشو، وهو ده اللي بيظبط الحمامه معايا زي ما انتم شايفين كده. ما اكبسهاش قوي عشان الرز بتاعي يستوي ويبقى جميل وما يبقاش ايه معجن. بصوا بقى الحركه دي، طبعا الحمامه بتبقى مفتوحه كده من تحت، بروح داخله كده، ولا خياطه ولا خيط ولا ابره ولا ايها حاجه، طول عمري اعمل الحمام بتاعي زي ما انتم شايفين كده، حمامه كده جاهزه على الحله كده، هتتحط في الحله خلاص كده عشان اسلقها. لازم قبل ما انزلها في الحله لازم تكون الميه بتاعتي بتغلي يا جماعه، الميه بتاعتي بتغلي جامد. هكمل بقيه الحمام وارجع لكم تاني. ده الرز اللي بقى مني، انا مزوده الرز شويه عشان ولادي بيحب ايه يشربوه في الشوربه بتاعه الحمام، بيبقى طعمه لذيذ قوي وحلو جميل وبيدفي كده، وحاجه حلوه كده تشربيها كده على الاكل. ده الرز اللي فاض مني بتاع الحشو، انا مزوده شويه. هنزل بقى بصوا الحمام بتاعي، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، زي ما انتم شايفين كده، ولا هيفتح ان شاء الله ولا هيجراله اي حاجه خالص، والشوربه ما فيهاش غير ملح وفلفل اسمر. هيتسلق بقى هعرفه ازاي؟ هعرفه هطلع واحده واشوف الرز اللي جوه مش الرز اللي بره عشان اعرف استوى ولا لا، اما اجي اطلعه هقول لكم. ودلوقتي يا جماعه الحمام استوى خلاص بتاعي اهو، هعرفه ازاي بقى مش من الرز اللي بره زي ما قلنا، من الرز اللي جوه. بصوا مفلفل ازاي وجميل، بفتح من عند الزور كده واشوفه واطلع حبه ادوقه، لو لقيته استوى يبقى كده خلاص هبتدي بقى احمره. انا بس عايزه اوريكم حاجه بس، بصوا بصوا الجمال والحلاوه، صينيه البطاطس دخلتها شوايه، شوف عامله ازاي، وعملت رز ابيض. الرز الابيض عملته معاكم قبل كده اللي هو بتاع الفته، زي بتاع الفته، سمنه بلدي والرز والتشويحه، فلفل اسمر وملح، وبسقيه بالشوربه او بالميه اللي عندي وخلاص على كده. دلوقتي بقى انا هبتدي احط بقى زيت واحمر الحمام وهوريه لكم.
وبكده يا جماله يا جماله من حلاوه الاكل وجماله بصراحه مش عارفه اتكلم واقول ايه. شغل مطاعم وشغل فنادق وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. البطاطس بتاعتنا اللي في الفرن اللي وريتها لكم، البيضه اللي هي ني في ني، شوربه الرز، الحمام المحشي بالرز زي ما انتم شايفين كده. انا ما بحبش ادوس عليه في التسويه في التحمير قوي علشان مش عايزينه مقرمش قوي، يعني عايزه كده. الرز الابيض بتاعنا ده المنيو بتاعنا النهارده، سفره كامله متكامله. يا رب تكون وصفاتنا عجبتكم واكلاتنا عجبتكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وكومنت لقناه يوميات لولو اللهلوبه، وتكتبوا لي كومنتات حلوه كده وتقولوا لي ايه رايكم في الاكل وبعرف اعمل اكل ولا لا. طبعا انا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين وممتازين. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو آخر إن شاء الله.